حدثني حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عماره قال حدثنا ابو زرعه بن عمرو بن جرير قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان بي وتصديق برسلي ان ارجعه بما نال من اجر او غنيمه او ادخله الجنه ولولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سريه ولوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل